وصلنا المشاهدين إلى فقرة ضيف، وحيث يصوت البرلمان المغربي غدا على مشروع قانون الإطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد أشهر طويلة من النقاشات بخصوص نقاط مثيرة للجدل مثل لغة تدريس المواد العلمية. ويعد هذا القانون واحدا من المشاريع المثيرة للجدل خلال الدورة الربيعية. في التحليل معنا في الاستوديو الدكتور محمد عمراني بخبزة المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء النور. بأي صيغة سيتم التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في ظل الحديث عن يعني صعوبة التوافق؟ بالفعل وأن هناك صعوبة توافق حول مشروع القانون الإطار، وإن كان أنه في لحظة من اللحظات كانت أحزاب الأغلبية قد توافقت على اعتماد هذا النص، ولكن بعد فترة عندما دخل إلى اللجنة كان هناك تراجع بعض الأحزاب عن هذا التوافق. الآن لا يمكن الاستمرار بوضعية البلوكاجاته ونحن في أمس الحاجة إلى هذا النص القانوني، بحكم أنه من بين آليات الإصلاح، لأن المغرب يراهن كثيرا الآن على إصلاح منظومة التعليم، منظومة التربية والتكوين، فمن بين هذه الآليات كما هو معلوم هذا النص القانوني. إذن بعد ما وقع تباين في وجهات النظر حول في الواقع حول مادتين فقط، وليس الاختلاف حصل ما بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشكل عام حول قانون الإطار، حول مشروع قانون الإطار، بل فقط هناك اختلاف حول مادتين، وهي ربما أثارت نقاش كبير وكبير جدا، هي مرتبطة بالأساس بمسألة لغة تدريس المواد العلمية. إذن لكي يتم الحسم في هذا الأمر هناك دعوة للجنة المختصة لمناقشة هذا المشروع القانون الإطار. إذن طالما أنه لم يقع توافق ما بين مختلف مكونات البرلمان حول هذا المشروع، فإنه سيتم اللجوء إلى التصويت على كل مادة على حدة. إذن فكل مادة طالما أن ليس هناك اختلاف حول مجمل المشروع، إذن هناك اختلاف حول مادتين فقط، إذن فسيتم اللجوء إلى التصويت على كل مادة على حدة، وبالتالي سيبقى الأمر مرتبط ومقتصر على المادتين فقط. وهنا في منظوري الخاص، طالما أن الأمر يتعلق بحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، لديني لهما موقف من المادتين، المادة جوج والمادة 34، فالأمر سيكون بالامتناع عن التصويت. إذن هنا الحزبين يدركان أنه لا يمكن الوقوف أمام مشروع كبير وهو مشروع قانون الإطار. إذن هناك هذا النص سيتم اعتماده بالإجماع طالما أن الحزبين لن يصوتا بالرفض وتسجيل الموقف. إذن فالتصويت سيكون تصويتا سياسيا على المادتين. إذن هناك موقف إيجابي من قبل جميع الأحزاب حول المشروع في مجمله، ولكن ما عدا المادتين التي سيكون فيهما تسجيل موقف كما قلت موقف سياسي لا أقل ولا أكثر من قبل حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. وإن كان أن حزب العدالة والتنمية اليوم هناك الأمانة العامة للحزب تعقد اجتماعا لمدارسة هذه المسألة لاتخاذ قرار، طالما أن يوم غد على الساعة 10 صباحا سيكون هناك اجتماع للجنة المختصة لاعتماد هذا النص. إذن المغرب كما قلنا يراهن على منظومة يعني التربية والتكوين، هناك تباين حول مادتين اثنتين كما ذكرت لنا أستاذي. برأيك ما هي الدروس المستخلصة الآن من النقاش الذي رافق هذا القانون الإطار؟ بالتالي أن طالما أن هذا المشروع وليس لا يتعلق الأمر بنص قانوني عادي، وأولا يتعلق الأمر بقانون إطار، بمشروع قانون إطار، ثانيا أنه يتعلق بمجال وبقطاع حيوي بالنسبة للمغرب، بل أكثر من ذلك أنه مدخل وحجر الزاوية في الإصلاح لمستقبل المغرب، فيه رهانات أو عليه رهانات كبيرة وكبيرة جدا. للأسف الشديد أنه تم اختزال النقاش حول مسألة اللغة، وتمت إثارة في مرحلة سابقة مسألة المجانية، في حين أنه لم نطرح للنقاش باقي فصول
ومواد مشروع القانون الإطار. إذا هو كما قلت أنه ليس نص عادي، نحن في أمس الحاجة إلى هذا النص طالما أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تعاني اختلالات كبيرة. إذا هناك إقرار مجتمعي ليس فقط من قبل حزب أو آخر، بل من قبل جميع مكونات المجتمع المغربي تقر بأن هناك اختلالات كبيرة ومفصلية في منظومة التربية والتكوين. إذا هناك ضرورة لإصلاحها، هناك تقارير متعددة خاصة تلك التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فالانطلاقة هي مرتبطة بالجانب القانوني. إذا فمن بين مداخل الإصلاح يبقى الإصلاح القانوني. إذا فبالتالي ستكون هناك مداخل أخرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين، فلذلك هذا النقاش هو نقاش صحي وسليم. كذلك يبرز أننا لنا القدرة كمجتمع على مناقشة القضايا الخلافية والحسم فيها بالطرق الديمقراطية، لأن هذا الموضوع هو موضوع مرتبط بالهوية المغربية، مسألة اللغة. فبالتالي ليس من السهل على أي مجتمع أن يحسم في هذا النوع من القضايا الخلافية، ولكن يتضح أن هناك نضج مجتمعي حقيقي في التداول وفي النقاش والحوار حول هذا النوع من القضايا التي كما قلت أنه لا يمكن الاستهانة بها. نعم، بانتظار تصويت البرلمان إذن غدا على مشروع القانون الإطار، برأيك يعني ما باقي مشاريع القوانين التي يتوقع أن تثير الجدل مع نهاية هذه الدورة وبداية الدورة الخريفية للبرلمان؟ ربما أن خرجنا من عمق الزجاجة فيما يخص قانونين، تنظيم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للثقافة المغربية. والأمر جد جد مهم أننا استطعنا تجاوز هذا المعطى، وهو يبين عن كون كما قلت أن رغم أننا نتأخر، ولكن نتأخر أحسن من أن لا نصل. ثم الأمر الآخر ربما الذي لا زال يطرح نقاش وإشكالات كبيرة وكبيرة جدا هو مشروع قانون تنظيمي للإضراب، هو ربما المشروع الذي هناك صعوبة، هناك عسر كبير وكبير جدا، وكأننا لنا ربما حالة استثنائية صراحة مع هذا القانون التنظيمي، لأنه من 1962 لحد الآن لم نستطع التوافق حول هذا المشروع. ولكن الآن هناك مشروع قانون تنظيمي وضعته الحكومة، ولكنه لقي معارضة من قبل الباترونة وكذلك من قبل المركزيات النقابية لكل مبرراته. فالنقابات مثلا أنها تعترض على المشروع من حيث المسطرة التي تم اعتمادها، تطالب بالمقاربة التشاركية كأساس لاعتماد هذا النص، لها ملاحظات حول مضمونه لأنه يتضمن الكثير من المقتضيات المتعلقة بعقوبات مرتبطة بممارسة هذا الحق، في حين أن الباترونة كذلك لها موقفها من هذا. إذا فبالتالي أن هذا المشروع قانون تنظيمي أرى أنه سيكون من صعوبة بما كان اعتماده في الولايات التشريعية الحالية، وأنه سيكون البرلمان مطالب بإدراجه مرة أخرى كأولوية. نعم. تشريعية في الدورة المقبلة. نعم، الدكتور محمد عمراني بوخبز المحلل السياسي كنت ضيفنا اليوم، أشكرك جزيل الشكر.